أساس المعمورة أن نبني إنسان. بكثير ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمر. في أديب كبير اسمه مصطفى صادق الرافعي، مرة وصف حال الناس اللي تهاجر عن بلدانها فقال: الموت ينتزع الروح، ولكن الهجر يجعل الروح كأنها منتزعة، فهو موتا لا ينتهي. فوصف من هاجروا الأوطان قسرا بأن يوميا يعيشوا في موت لا ينتهي، وهذا سبحان الله واقع اللاجئين في كل دول العالم. في عام 1991 دارت رحى الحرب الأهلية في الصومال وعصفت بالبلاد والعباد، وفي الجانب الآخر أيضاً استمرت الحرب بين أثيوبيا وأريتريا وكذلك عصفت بالبلاد والعباد. ونتيجة هذه الحروب فرت شعوب هذه الأوطان من ويلات الحرب، فكان أفضل ملجأ بالنسبة لهم هي أرض اليمن. نتيجة وقوع سواحل اليمن على القرن الأفريقي، وأيضاً لأن اليمن هي البلد الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1951، فكانت اليمن ملاذاً آمناً لهذه الشعوب. ونحن اليوم نقف على واحد من أكبر المخيمات التي احتضنت أهلنا الصوماليين والأثيوبيين، وهو مخيم خرس. طبعاً لما سألت على مخيم خرز فقالوا لازم تصل للحجة عائشة، أسأل عن الحجة عائشة، وهي باعتبار أنها عاقلة المخيم وأسرتها الفاضلة، يعني دائماً ما يستضيفوا الناس ويعرفوهم بقصة المخيم وأهالي المخيم، وهم اللي عارفين تفاصيل المخيم. فتواصلنا معاها فقالت: حللت أهلاً ونزلت وسهلاً، ولازم تجي عندنا وتجلس معانا. والآن إحنا متجهين إن شاء الله للحجة عائشة. حياكم الله. يا هلا يا هلا، اسمعنا كيف الحال؟ ان شاء الله طيب، ان شاء الله ضيف. حالك ان شاء الله بخير وعافيه. الله يكرمك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
طبعاً الصومال ما شاء الله بلد قبائل، وانتم متواصلين مع اخبار الصومال؟ ايوه الصومال متواصلين. أيوة. من 91 لما جيت حج عاشه ايوه كنت متواصله؟ واصله. متواصله مع اهلك؟ ايوه اهلي انا ما شفته 20 سنه، انا خسلته قبل قريب 20 سنه. امي ما سمعت اهلها، ما سمعت لانه ما في جوالات ما في اي حاجه، ما يملكوهم. ايوه ماش تحسبها الا لما اصحاب اللي اخوانها اللي موجودين الصومال تحسبوا انه هي ماتت، وهي اصحابها اخوانها تحسبها انه ماتوا. قبل 20 سنة أنا كنت أستعمل فيسبوك. كم سنة كورن؟ 10 سنين كذا. أنا كنت أستعمل فيسبوك اسم خالتي هناك حصلتها. أمي قالت لها تعرفها؟ أيوه تعرفها. طلب المصادقة سويت لها، بعدين كانت تستمر رسالة 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 رسالة. بعد ما رسالة قلت لها ارسلي لي رقمك، رسلت لي رقمك، بعدين تكلموا وهي. بعد 20 سنة أقول لك أنا يعني كبرت، رحت للحسوة، رحت للكوت، رحت للغرز، هذا السادس. فهمتنا؟ يعني يوم ما حسبت انه بلادي مش موجود. أيوه. سي بلادي حتى يقول يمن سي سعود وسعيد انا ودن كذا نبقى الله وقال. ويمن الحمد لله تفضل ضيفتنا، والان معاها حرب الاهلي، اتمنى انه هذا الحرب يتوقف سي بلادي. ايوه اكبر يعني لو دلكي الهي نبدي يقدقون سلامة ونخذوا. وانا تربي ربي يعني انه البلاد يكون زي بلاد الاخرين. والحجة أصرت قالت يعني جيتك هذه ما جاية والله أنك تجي تصور وتمشي، لا تقعد معك، حتى الفريق اللي معاك بالكامل يقعدوا معاك ويعيشوا معانا ويستقروا معانا يوم، وكأنهم في مقديشو في الصومال. إن شاء الله جالسين معاكم إن شاء الله. ما شاء الله يمن بلدنا. نعم بلدنا الثاني يمن. يمن نعم. أيوه نحن عشنا الحمد لله بسي بلدنا عشنا. لو تروح اي مكان، لو تروح اليمن تحسب بلاد وطني استحسن لاجئ ودمه اسلامك ولا اليمن ايضو ضعيف سيسو دويس ودن يسو دوي ملا اي تقول لك الان يعني 33 سنه انا لاقي. لما كنت ادخل كنت صغر، بس يمن عندها ظروف، عندها ظروف، وهي تقول لها بلاد بلادي يا الصومالي. ايوه تفضلوا يا صومالي يا الله. أيوة. نعم. يعني تحترمنا زي بلاد بلادها. ايوه الم حلو ما قلنا يا شعب كيمن هي حكومه طيب. واشكرها للشعب اليمن ولا اقاربنا اليمنيين انه البلاد بلادنا، والحمد لله ارتحنا. خالده يعني والده كلامها ان شاء الله يعني يفخر به كل يمني. تمام. ويفخر به كل عربي. تمام. ويفخر به كل مسلم شاف هذا الطبع من شعب كيف يكرم اللاجئين وكيف يعز اللاجئين ويقدر اللاجئين، ورغم انه مر بظروف وحرب وظروف فقر وظروف وجع، لكن بعد ذلك ما تنازل عن كرمه وعن اخلاقه اتجاه اخوانه اللاجئين، وهذا حال اخواننا اليمنيين. طيب احنا ان شاء الله قاعدين معاكم ان شاء الله باذن تعالى حج عاشة ومشال، وكلامك جميل ودعواتك جميله وروحك واخلاقك جميله والله. احنا ان شاء الله معاك باذن تعالى، وانت قالوا كابتن كبير ان شاء الله. ايوه العزر ان شاء الله. ان شاء الله قالوا كابتن كبير، نشوف يعني ما يكون بس كلام ان شاء الله. نستعين نسنون كري سينوره
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انت الان تحفظهم ايش؟ يرددوا وراك ايش هم؟ ايش الحرج؟ الان يرددوا ايش وراك؟ القران. الان هذا؟ ايوه قران. قران ايوه، تعرف سورة الفاتح. هذه سورة الفاتح؟ ايوه. اه سورة الفاتح. ايوه سورة الفاتح، يعني هذه سورة الفاتحة. ايوه بس باللغة الصومالية. اللغة الصومالية. ايوه الانجليزية. ايوه ايوه، يعني هم الان يرددوا وراك الفاتحة باللغة الصومالية. اللغة الصومالية. ايوه ايوه ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد الالف كوري لا نوري، الرحمن الالف كوري لا نوري، رحمن رحرا الكري حالوري، من ما مين كري نينو نصلي، مالك يوم الدين، مالك ما مين كري الفوري، لك لله نصلي كي كاف نصلي، يوم الدين يو يا الكري ولوري. يعني هم اول حاجه بالصومالي بعدين يقراوها بالعربي، يتعلموها بالعربي. هو اي لغه، اي لغه من اول تحذف اللغه بعدين هذا القران شغل. أيوة. لغه العربي. ايوه ما شاء الله. شوف هنا سبحان الله، مخيم بالكامل تشعر انك داخل الصومال، يعني حتى تعليم اللغه الصوماليه وتعليم اللغه العربيه، فتشعر انك داخل الصومال وما طلعت ابدا من الصومال. فاحنا نخليكم تكملوا، وصوتك ما شاء الله جميل، وهم ما شاء الله يردد وراك حاجه جميله ما شاء الله تبارك الله. الله ينفع بك ان شاء الله. ان شاء الله يحفظك. يعني خيركم من تعلم القران وعلمه، وانت خير الناس. إن شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تمام والله. كيف حالك شيخنا؟ تمام والله. طيب إن شاء الله. إيه. الله يحفظك. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير وعافية. إن شاء الله. نفسي الناس تعرف وتشوف إيش أنتوا يعني بتعملوا، لأنه هنا ما شاء الله يعني حلقات القرآن في كل مكان ما شاء الله. صح. الله يحفظك. أول حاجة تشرفني الاسم الكريم. أيوه أنا أستاذ عبد الرزاق موسى. من الصومال؟ أيوه صومال. أيوه. من وين في الصومال؟ مقديشة. مقديشيو؟ أيوه. ما شاء الله. كم سنة لك هنا إن شاء الله؟ والله هنا لما 16. وحافظ القرآن ما شاء الله كاملا؟ ايوه تبارك الله. 30 جزء ما شاء الله تبارك الله. حفظته من الصومال ولا؟ من الصومال. من الصومال حفظ؟ ايوه ما شاء الله. الصومال بلد قراء ما شاء الله. أيوة. احنا عندنا دائما نصلي ورا الشيخ عبد الرشيد صوفي. ايوه عبد الرشيد. ايوه الشيخ حقنا الصومالي. ايوه تبارك الله. شيخ عبد الرشيد من اجمل الاصوات ما شاء الله. ان شاء الله هذا وكل شيخ حقنا انا. ايوه الاطفال هؤلاء هم يجوا يقرأوا القرآن كل يوم؟ ايوه كل يوم. ايوه كيف نظامهم؟ والله النظام الحمد لله اللي ظروف موجودين اللي الكتاب اللي عيال ما فيش الحمد لله نعمكم. نعم كيف يعني كل يوم هم يجي يقرأ القرآن الصباح؟ الصباح لما ساعة 10. من الساعة كم؟ الساعة 6:30. من 7:30. أيوة. وهؤلاء طيب. وبعدين ساعة 10 وبعدين اللي جالس جنبتين. ايوه اللي يجوا من المدرسه. ايوه 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 طبعا. هنا الشيخ يتكلم على امر هنا موجود في المخيم. مدارس المخيمات دائما يعني صغيره، وبالتالي يتم تقسيم الفصول الى فترات صباحيه وفترات مسائيه وايضا في فتره الظهيره. فالطلاب ينقسموا لمجموعات. الطلاب اللي يدرسوا في فتره الصباح يجوا القران الظهر او العصر. ايوه. والطلاب اللي يمشوا يدرسوا في الفتره المسائيه فتره الصباح يستغلوها في القرآن الكريم. نعم. صحيح هذا هو النظام هنا. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. ويكفي أنه كل أطفال المخيم إحنا نشوفهم ما شاء الله. صح. نادر ما نلقى ولد مش حافظ قرآن كريم. أو مش حافظ آيات من القرآن الكريم. صح.
ما شاء الله. طيب أنا أخليكم تكملوا وإحنا معاكم. ما شاء الله. يلا. جزاك بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. مدثر. مدثر. قم فأنذر. قم فأنذر. وربك فكبر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر. ولربك فاصبر. في السنة كم حافظ قرآن؟ السنة حافظ القرآن 50-60 كذا. 60 حافظ قرآن؟ أيوة. المخيم فيه 60 كامل. أيوة. كم مدارس مليانة على داخل المخيم. أيوة. مدارس الطبعاً الرجال والبنتي والبنات. أيوة. والدي كيف حالك؟ تعال 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 الله يحفظك. اقعد جنبنا هنا. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. ما شاء الله. دقيقه كيف حالك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الله يحفظك. دقيقه انت ما شاء الله. انا هو لما اخطا صلحته. انت ايضا تدرس هنا؟ نحن كلنا حافظين ومحفظين. محفظين من الصومال؟ انا اثيوبي وصومالي. ما شاء الله ندرس سوا هنا. ما شاء الله. انت من اثيوبيا؟ ايوه ايوه. الاسلام ما له قبيلة ولا له شيء ولا عجمي ولا عربي، كلهم مختلف واحد. أي واحد. ما شاء الله. مثل البلال وأبو بكر وسلمان مار، كلهم جاءوا من أي بلد. سلمان جاء من الفارس، وبلال جاء من الحبش، وأبو بكر القرشي وعثمان القرشي، كلهم متجمعين على إيش؟ على دين الإسلام. نحن كذا والله. احنا مما دخلنا. أيوة. انا ما افرق يعني انا لما دخلت. أيوة. افتكرت المخيم. أيوة. فقط يعني مخيم الاثيوبيين في مكان والصوماليين في مكان، لكن لما دخلت ما فرقت بين الاثيوبي والصومالي. كلنا مختلطين. شوف البلوكات، هذا واللي تحت، وهذا وذا اورومو اثيوبيين، وذا كلهم صوماليين. نحن جالسين سوا ومدرسين سوا، مدرستنا واحد ومكان القرآن واحد. كم حافظ قرآن خرجته أنتم حد إلى الآن؟ كثير ما شاء الله. ناس كثير ما عندهم عدد. يعني ندرس 18 سنة. 17 سنة تدرس القرآن؟ أيوة. أيوة أيوة. كثير. لازم تروح مركز البنات لتحفيظ القرآن هنا معنا. ما شاء الله. جنبكم هنا؟ ايه جنبنا هنا. بنات؟ ايه بنات. مركز البنات لتحفيظ القرآن. ما شاء الله. ما شاء الصباح فترة الصباحية والقرآن. أيوة. يدرسون المدرسة في العصر. ما شاء الله يحفظك. هو الشيخ ما شاء الله شاب غطينا أولاد. أيوة. فلازم البنات كمان يأخذوا حقهم. نعم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله. ما شاء الله عليكم. الله ينفع بكم. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك أستاذة؟ نأخذ من وقتك دقيقة بس. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير وعافية. الحمد لله. الله يحفظك. ما شاء الله. كم سنة تدرسيهم هنا؟ 18 سنة درس سوا. مع بعض؟ أي مع بعض. أيوة. ما شاء الله. هي تدرس البنات وأنا ندرس. كم سنة لك هنا في المخيم؟ 22 سنة. 22 سنة؟ جينا سوا هنا. أيوة. جيت من أثيوبيا سوا. أيوة. أنا هي اللي ربتني. حفظت القرآن في بيتها. ما شاء الله. ما شاء الله. هي اللي ربتك. أيوة. مثل أمي يعني. يا شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. هي تتكلم عربي ولا ما تتكلم كويس؟ يعني شوي شوي بس.
شوي شوي. أيوه. لكن ما شاء الله حفظ القرآن كامل. أيوه تحفظ القرآن كاملا. أيوه. بارك الله فيك أمنا إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. شوف الدور العظيم لوالدتنا الحجة نصرة. التحفيظ مش محصور فقط على الأطفال، حتى في أمهات مع أطفالهم أيضاً موجودات ويحفظوا القرآن، وفي حريم كبار في السن أيضاً تحفظهم القرآن. يعني هذا المكان ليس فقط مخصص للأطفال بل كل نساء المخيم. فشوف إنسانة واحدة كيف قادرة تستغير في هذا المخيم ورغم هذه الظروف اللي هم يعيشوا فيها. الله يجزاك الخير إن شاء الله. الله يجزاك الخير. وأنت نبهتنا أنه لازم نجي كمان للحجة وللبنات. نعم. أنا ودي صراحة أسألك، أنت الآن لك قلت لي 23 سنة في المخيم. نعم. صحيح؟ نعم. كيف وصلت للمخيم أنت؟ أنا إيش اللي حصل معك؟ حصل المشاكل في البلد. نعم. وهربت من البلد وجيت من طريق البحر من الصومال. من طريق البحر؟ أيوة. مشينا 3 أيام في البحر، جينا ودخلنا اليمن ودخلت المخيم. ومن ذاك اليوم ما طلعت من المخيم. أسرتك موجودة هنا؟ أنا موجود هنا، تزوجت هنا وأنجبت 4 أولاد. نعم. وبنتين وولدين، وقاعد هنا بس ما خرجت من هنا. ما خرجت أبدا من هنا؟ نعم. أيوة. والوالدة والوالدة كلهم توفوا هناك في البلد. أنت لما خرجت كانوا موجودين؟ كانوا موجودين. لما خرجت من البلد سمعت أخبارهم توفوا، ما كان معنا تواصل، ما بيننا تواصل، ما بين التلفونات ولا شيء، يعني نخفى. عشان هذا لما جلست كده شوي سمعت من الناس توفوا. سمعت من الناس توفوا بعد كم؟ أيوة. هي توفت في 2000. في 2000؟ أيوة. وخبروك سنة كم؟ خبروني سنة 2012. أيوة. يعني أمك توفت سنة 2000. ما بيننا تواصل. ما بينكم تواصل. أيوة. بعد وفاة أمك ب12 سنة. أيوة. خبروكم أن أمك توفت. خبروني. يا الله. وقالوا لي وأنت توفيت، صبرنا عنك. وهم يفتكروا أن أنت أيضاً توفيت. أيوة. ولما سمعت خبر وفاة أمك. لما سمعت خبر خلاص بكيت وصبرت، خلاص صبرت أنا نفسي. يعني الواحد لما توفي أقرباء والناس يصبرونا، أنا ما عندي أقرباء، صبرت نفسي. أيوة. الحمد لله قلت اليمن ما شفنا مثلها. نعم. أنا من عمري ما شفت يمن مثلها. يمن أنها تمشي من الحدود لما الحدود، ما أحد يقول لك شيء من أين تمشي، ولو عندك 100 ملايين دولار ما أحد يقول لك بيه تمشي به. يعني تمشي يعني أمان في يمن، يعني ما شفنا ولا شر ولا شيء في اليمن إلا خير. إحنا جينا فترة وجيزة. أيوة. وشفنا كل هذا الكرم. نعم. ولكن أنتوا أدرى بهذا الأمر لأن عايشين سنين كلها. عايشين سنين كلها ناس، يعني ما شفنا إلا ناس يرحم. بلاد الرحمة يا يمن. رسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. وقال رقوا أفئدة. نعم. الله يحفظك. أنت والله يعطيكم العافية إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يلا حياكم الله. إن شاء الله. أستاذ، أول حاجة المعذرة إحنا قطعناه وجينا عشان ننقل الواقع مثل ما هو وعشان الناس تشوف هذا الواقع إن شاء الله، وعسى أن تعين إن شاء الله. أول حاجة تشرف بالاسم الكريم. عصام ميم دياب أحمد. عصام ميم، أستاذ عصام، أنت لك كم سنة تدرس هنا؟ 12 سنة. 12 سنة تدرس في المخيم. ما شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله.
وأنا شايف ما شاء الله كم طالب في الفصل هذا؟ 65. 65 طالب. أي. 65 طالب. يعني أنا المساحة اللي أنا داخل بحكم المدارس اللي درسنا فيها أو كثير من المخيمات اللي أنا زرتها والمناطق المنكوبة دائما مساحة الفصل قد تكون أوسع شوية، لكن هنا فعلا المشكلة مشكلة حقيقية. الأكثر من ذلك أنا شايف العرق، يعني إحنا دخلنا لحظات وعرقنا وأنت شايف قد أمامنا، فتقريبا ما في كهرباء. كهرباء مقطوع الكهرباء. لها كم مقطوعة؟ 5 شهور. 5 شهور. 5 شهور. يعني حتى في فصل الصيف الطلاب درسوا في هذا الجو، وانت تتكلم عن زينك وفوق ما فيش كهرباء مقطوعة. لا 5 شهور. 5 شهور الكهرباء مقطوعة، ما في كهرباء. طيب الآن الطلاب اللي يدرسوا، أنا سمعت برا تكلموا على مشكلة أنه الطالب يجي وما في مناهج دراسية. برضو المناهج الكتب والمناهج ما فيش برضو. ما قسم في بعض الكتب مش موجودة، بعض الكتب مش الكتب كلها بس بعض الكتب مش موجودة. طيب كيف تشوف استيعاب الطلاب انت في هالظروف هذه؟ ما يقدروا يستوعبوا. ما يقدروا الا بدك تكتب. ما صعب جدا. صعب. صعب طبعا. لا ماء لا كهرباء ما فيش. لا منهج دراسي، وبالتالي طبيعي انه يتسرب الطالب. بس هو تسرب ولا بس قد ما خلينا يتسرب، ولكن يشغل الكرسي يقول لك ما فيش كتاب ما فيش كلام. صح الاقلام بس كلها موجوده، هاي الكتب ما فيش ناقصه. كتب ما موجوده. نعم. يعني التكدس هذا ايش سببه؟ نقص المدرسين. نقص المدرسين. انت تدرس كم فصل؟ درس 2. 2. صف كم وكم؟ صف ثالث ورابع. صف ثالث ورابع. شعبتين. شعبتين. نعم. يعني هذا شعبة وهذا الشعبة. الله يديك العافية ان شاء الله، ويقويك الله على جهدك وعلى تعبك في هذه الظروف، ما زلت تستمر وتعلم، فان شاء الله لك الاجر. الله يحفظك استاذ، بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. بيئة التعليم في مخيم خرس، يعني يمكن نستطيع تلخيص المشكلة في 3 نقاط رئيسية، رغم أن المشاكل كثيرة والمعاناة كبيرة وهذا واقع الصورة. النقطة الأولى بيئة التعليم، بيئة محرومة من الكهرباء، محرومة من الماء، محرومة من حتى الفصول المناسبة للطلاب. فطالب يأتي من الصباح يجد لا يجد فطور، لا يجد ماء، يجد نفسه في فصل، الفصل يتسع 20 طالب والفصل فيه 65 طالب، وبالتالي هذا التكدس صعب من خلال إيصال أي رسالة تعليمية لأي معلم. فمشكلة بيئة التعليم واضحة تماماً في خرس. النقطة الثانية الطالب، الطالب بالأساس يعاني في المنزل، يأتي إلى المدرسة، اليوم طويل في المدرسة، لا فطور ولا شراب ولا غذاء، وبالتالي يرهق وهذا يسبب تسرب في التعليم. الأمر الآخر نتيجة تكدس الطالب وعدم وجود المناهج الدراسية والكتب الدراسية، فالطالب ما يستوعب الدرس، هو فقط ما يجده في السبورة يدرسه، وفي فصل متكدس لا تصل المعلومة بالنسبة له، وبالتالي هناك نقص في إيصال المعلومة، وهذا يسبب أيضاً إشكالية كبيرة في عملية التعليم لدى الطلاب. النقطة الثالثة الكادر التعليمي، هناك نقص كبير في الكادر التعليمي، يعني الأستاذ يدرس شعبة واحدة أو فصل واحد في 65 طالب ويدرس أكثر من فصل ويدرس أكثر من فئة. هذه قد تكون المشاكل الرئيسية الموجودة في المخيم، وأعتقد الصورة ولسان الأهالي كان أبلغ من أي قول. فلسطين دمار كامل ولا لا؟ نعم. يعني أنت لما تشوفي مشاكل المخيم بسيطة؟ لما شفت عند فلسطين، لما أشوف فلسطين هنا بسيطة صراحة صراحة والله. كلنا تبقى ليل ونهار لما تشوف تلفزيون. وين اسلام؟ وين عرب؟ وين ضمير حقنا؟ ما في. خلاص لحمنا الان سي الميت كذا ترجف. ما نقدر اي حاجه ما نقدر عشان اللي يحصل في غزه. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. لا. لا. انت ضميرك هذا، ضميرك هذا يا امي الله يحفظك ان شاء الله، وانت تتكلمي وتدمعي عن فلسطين. يعني امنا في مخيم خرز وهم يعانوا وعندهم مشاكل، وبعد هذا كله هي شايله هم الناس اللي في غزه والناس اللي في فلسطين، وتوقف امامنا الان وتدمع على الناس اللي في فلسطين، وهي ايضا في ظروف قاسيه لكن شايله هم الناس اللي في فلسطين، وضميرها هذا
ونحتاجه في رجال دول، ونحتاجه في رجال دين، ونحتاجه في وعاظ، ونحتاجه في أصحاب قرار. من مخيم خرز امرأة صومالية مهاجرة موجوعة بعيدة عن وطنها وبين وفي وجع المخيمات وشايلهم أهلنا في فلسطين في هذا المكان وتبكي عن تبكي على فلسطين. أمي إخواننا إيش نسوي وما نقدر حاجة؟ إذا أقدر حاجة بروح سوي اللي سوي اللي أقدر، لكن ما أقدر أقدر حاجة. إذا تقدر تروحي تروحي. أيوة أقدر أبكي بس أقدر ثاني. والفلسطيني اللي يشوفك إن شاء الله اللي يشوفك يصبر يستمسك لما يعرف إن في ناس أمثالك وزي ضميرك هذا واقفة معاهم بقلبك وبدعواتك وما بعد كلامك كلام ورسالتك هذه واصلة. والله يرفع قدرك إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله يكفر عنك. ٣٢ عام مبتعدين عن الوطن وما زالوا مرتبطين بأخبار الوطن. حقا وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. حياكم الله يا أحباب. أولاً لكم التحية على تفاعلكم مع حلقات برنامج عمران، وكل إنسان يا أحباب ساهم في نشر هذه الحلقات هو جزء من أسرة هذا البرنامج لأنه سعى في نشر الخير بين الناس. هذه الحلقة من الحلقات الجميلة التي تمثل لنا نموذج المهاجرين والأنصار لأهلنا الصوماليين الذين نزحوا من الصومال وعاشوا في أرض اليمن كأنهم أهل هذه الدار، وشاهدنا العاطفة الجميلة لأهلنا الصوماليين اتجاه المجتمع الذي استضافهم وهو المجتمع اليمني، وعشنا يوما من أيام مقديشو وكأننا في الصومال لا في أرض اليمن. هذا الكرم الفياض من شعب اليمن وهذه الكلمات الجميلة من الشعب الصومالي نتمنى أن تصل للجميع من خلال نشر هذه الحلقة والمساهمة في نشرها. وختاما يا أحباب نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركتنا بالتعليقات ونشر هذه الحلقة بين أحبابكم، ودمتم بخير.